أنا قدمت لبرنامج الكيبك دعم الجامعات الفلسطينية وسافرت ومكثت شهر كامل باستضافة في جامعة لافال يونيفرسيتي في كيبك في مدينة كيبك. الدراسة كانت حول تأثير الترجمة من اللغة العربية للغة الإنجليزية في مجال الكتابة لطلاب جامعة بيت لحم، وهذا طبعا بحث مشترك مع جامعة لافال في كندا. طبعا هذه الجامعة راح تقيس نفس التأثير، تأثير الترجمة من اللغة الفرنسية للغة الإنجليزية في جامعة لافال. طبعا الدراسة لم تكتمل بعد لأنه احنا في طور مرحلة جمع المعلومات، نتأمل انه احنا نقارن ما بين الطلبة في العرب في جامعة بيت لحم والطلبة الفرنسيين اللي بدرسوا طبعا اللغة الإنجليزية في جامعة لافال، ونطلع بمخرجات تأثر على طريقة التدريس الحديثة في الجامعتين. يعني أنا بتوقع أنه البحث بشكل عام هو عبارة عن تعرف على خبرات الطرف الآخر. كثير نأمل أنه هذا البحث هو مقدمة لأبحاث أخرى، نتأمل أنه هذا البحث سينشر عالميا نظرا لأهميته. البحث هذا طبعا من الأبحاث الإضافات اللي بتضيف إضافات نوعية، لأنه إحنا فعلا نقارن بين لغتين مختلفتين وتأثيرهم على نوع معين من مهارات تعليم اللغة الإنجليزية في الجامعتين. نصيحة الباحثين جد أن يكون عندهم يعني خطة متكاملة بتشمل المعيشة والتعرف على الآخر، يعني يجب أن يكون هناك معلومات كافية عن البلد، عن الطقس، وعن الوقت اللي بده يروح في الباحث على جامعة من جامعات كندا، والتعرف أيضا على الباحث نفسه والاهتمامات الدقيقة، لأنه هذا كثير بساعد في استغلال الوقت وبساعد في نشر الأبحاث.